انا في المهنه دي ورثة عن والدي، كنت بشتغل معاه من وانا صغير شويه، فيعني بقالي في حدود 22 سنه او 23 سنه. المهنه بتاعتنا مهنه نادره شويه، هي عباره عن زراعه الازاز وصناعه الزجاج الاسلامي والعرق. بنشتغل في صناعه المشكوات، المشكوات دي حاجه اثريه كانت من عهد الرسول وعهد الخلفاء ايام زمان، بيستخدموها في الاضاءه في المساجد. احنا بنبدا من تصليحها من الازاز الابيض الشفاف، بنبدا ليها اكثر من 25 خطوه او 25 خطوه لغايه ما بتطلع بالشكل النهائي بتاعها اللي هو بيتعلق بيه في المساجد. اسمها المشكاه، هي قصتها ان هي دي بلورات كانوا بيضاء بيها المساجد في العهد بتاع الخلفاء وعهد الرسول، بيبقى موجود عليها زخارف اسلاميه او بيتكتب عليها قران اية النور، وممكن دلوقتي في حاجات احنا عاملينها مبتكرينها مثلا بنطبع عليها اشكال ثانيه زي كلمه الله اكبر او كلمه محمد. هي في العموم كل المجمل عليها من الزخارف بتكون زخارف اسلاميه او قران، بحيث ان هي بتتعلق في المسجد بيكون حاجه تبع الطراز الاسلامي او العربي. هي مش منقرضه، هي صناعتها قليله او الناس اللي بتعمل الزخارف عليها في مصر يعني يعتبروا معدودين. وفي انواع تانية من المشكوات بتبقى عليها الزخارف هاند ميد كلها وبتبقى حاجه يعني غنيه جدا. ان شاء الله باذن الله تشوفوها دلوقتي، يعني هنطلعها لكم ونوريكم مرحله كلها واحنا في بيتوقف من نوع الزخارف اللي عليها. هي سعرها شفاف اكيد ثابت. مع الزخارف بتاعتنا في نوع زخارف بتبدا مثلا من 55 جنيه ممكن توصل لغايه 3000 جنيه. لا هي بتتعمل من الازاز بس. في حاجات بنعملها بالذهب برضه بتبقى ازاز. بيبقى عباره عن ميه الذهب، بيبقى ذهب عيار 10. الليفل اي ليفل في العزه عيار 21 بيبقى عيار 10. الذهب ده بيكون معالج ومخصص لشغل الازاز، بيتعمل بيتحط على الازاز وبعد كده بيخش الفرن بيتحرق لدرجه حراره 550 وبيطلع بعد كده الذهب. يعني هو بنشتغل ومبقاش لونه ذهب، بس بعد ما بيخش بياخد الحراره بتاعته وبيستوي بيوصل لدرجه 550. المراحل بتاعتها بالظبط هي بتبدا من التصنيع كازازه وبعدين بتجيلي انا بقى هنا، انا هنا ابدا اصنعها. بتبدا في الصنفره دي اول مرحله، وبعدين مرحله الطباعه والتخطيط والفرن. في الطباعه بالظبط هي فيها في حدود 10 شابلونات بيتجزأوا على بعض، واحنا بنسيستمهم بنشغلهم على بعض، بتكون عباره عن اية النور بتبقى كامله عن المشكاه بالاضافه للزخارف بتتحط في البطنيه. انواع تاني من المشكوات بتكون مشكوات اسلاميه اشكال تاني بتبقى معموله بميه الذهب برضه اكيد هنجيبها لكم، او لو حضرتك عايز تشوفها دلوقتي ممكن نجيبها. وفي انواع مشكال زي دي كده بالظبط بيكون عليها زخارف من بره هاند ميد كلها، ودي حاجه بتبقى شبيهه للحاجات الاثريه شويه، بس طبعا بتبقى معموله في الزمن بتاعنا ما بتبقاش كأثر.